مرت الزاليام نفرحوا بها ما دابينا لو كان الدوم نطمعوا فيها وساعات اخرين يتبدل الحال ظلم وظلمة يتغير اللون العقل والحكمة تصبرنا على المحان على حساب النية الحيلة الغينة والمحبة والأنانية كيفاش كبرنا وتربينا ما لقيناش كيما تمنينا ما هيش كيما حبينا تكون فيها دوك نوريلك تحوس عليا راني قدامك واش خو هبلت صبحت تتبع فيها بلاصه بلاصه تحبني نقول هبلت انت وسعق مريم على ما راكش تحوس عليها ربي سهل حبيت تجي عندنا مرحبا بها حبيت تروح عندكم دبر راسها راهي كبيره تعرف صلاحها هكذا اختك عندها يومين ما بانتش وانت نورمال ما على بالكش تهنيت منها تهنيت منها وتني واحد ديالها ياك انت تاني اختك دبر راسك روح حوس عليها نحوس عليها نحوس عليها وانت على بالك وراه هي الشاطر على بالي اي على بالي واش راح دير مالا شوف انا نلقاها صح دير مليح في بالك الرشيك في الحبس وبالقانون يا خويا فهمت منا المغرب منا المغرب لو كان ما تقوليش عليها بتلوم غير روحك راني فهمتك جسبرك فهمت ياك We'll be right back.
جيت؟ جيت على جالو. واش دار لك؟ يا كنت عند اسكندر. حتى التليفون داهولي وكان هو نعيط لاسكندر يجي يديك. روحي للدار يما، روحي للدار. ماني طالعه بلا بيك، راني هنا. راني رايح. وهذا اسكندر المحامي اللي وكلتيه باش يدافع عليهم. لا دوك ما جاو، الجلسه بقى لها 5 دقائق وتبدا، مازال ما ناضش. بيت سهران واقل يوجد في روحه. اسكت عليا على وجه ربي، اسكندر مسمنه اللي فاتو هو واجد. القضية رقم 102، جمال تهامي ضد فريد الشيخ. سيد القاضي، أنا جيت على جال هذه القضية، قضية المرحوم جمال تهامي. مرحبا عبد العال، أنا فوجئت كي شفتك. حضوري هنا يا سيد القاضي هو باش نأجل القضية رقم 102. وسبب التأجيل؟ المحامي اسكندر محمد اللي متكلف بهذه القضية اشترى له حادث مرور. تؤجل القضية إلى 21 من هذا الشهر. شكرا سيد القاضي. استاذ خير، وش بيه اسكندر؟ استاذ اسكندر الله يجيب له الشفاء. استاذ يعطيك الصحة. مانيش مطمن. موسى عباس، واش حبيتو الخضرة مديتو؟ كيف ندخلو في الدار وسرقنا؟ موسى وراه مسكندر، قول لي ما تموت. وراه مسكندر ما تموت، قول لي وراه مسكندر. وراه مسكندر، موسى حضر. موسى حضر ما تموت. وراه مسكندر. ايمن وراه مسكندر. ايمن وليدي واش درت؟ وراه مسكندر. موسى واش درت؟ ايمن ايمن ضيعت روحك. ايمن ايمن حرقت لي قلبي. ايمن وعلى ايمن وليدي وعلى
أنا وليدي أنا وليدي أنا خلي وأنا وأنا قتلته وأنا قتلته وليدي وأنا فهمتني وسيم ولا واش خممت انت؟ نقولك صح انا ما نقدر ندير والو، راك تعرف الاجراءات حتى تفوت 48 ساعه. واش تقول نروح نضربو داره؟ انا دوكا راني كملت الخدمه، ما عندكش ما نلقاو كاش خيط ولا لا غير تمستني الخدمه. بالك وسيم كنت متاكد بلي راك راح تعاوني. خساره عليك خويا احمد، تلقاني ونلقاك ولا لا؟ لا الله فيك. اسكندر وليدي. انا عميم. يا اخي اليوم نهار الراحه نتاعك. اه صح، علاش عم يقلقوا فيك؟ شكون هادو؟ مصباح وهو يسوني خمس مرات. آه الله ما على بالي شكون. ها شفت شكون يكون هذا؟ نعم عبلة، واش راكي؟ لاباس والله الحمد لله، الحمد ربي ومشكره. وش بيه صوتك مبدل؟ وشنو؟ خلاص ما تقلقيش روحك، خلاص انا على بالي وين نلقاه. اقعدي انت في المكتب ومن بعد ان شاء الله. صح استغفر الله في غير الخير ان شاء الله. ما تقوليش برك راك خارج. لازم يما لازم نخرج، بصح ما نطولش عليك ونرجع. يا وليدي يا اسكندر راني نشوف فيك كل خيار، برك خليني نشبع منك وتشبع مني انت ثاني. الله غالب يما. لا علينا، روح ربي سهل. لا اله الا الله محمد رسول الله. واش راهو بابا؟ راهو كيما حب الله. وانت كاش خبر على اسكندر؟ مازالو خمس سوايع ويبداو يحوسوا عليه.
عايزة ايمن مرهوش في الدار ولا شاكي تقلقي في روحك يما ما يكون غير راه عندي يما اخي تعرفيه باللي كيما يكون اسكندر في الدار ما يقعدش كيفاش ما نقلقش روحي يا طفل وهذا ايمن دوك خصنا غير همو عيسى اسكندر يحب ايمن وراه امانه في رقبتنا لازم نحافظ عليه فهمت سامحيني يما كما قلت لك ما يكون غير راه عندي يما ودوك نقدر نروح نشوف بابا تقدر بصح الا راه رقدت ما تنوضوش عمي بربي ان شاء الله يرجع اسكندر ان شاء الله قلبي راهو حاس بلي راهو بخير مادام سمعنا حتى حاجه عليه ان شاء الله نسمعو خبر يفرحنا ان شاء الله يا نفهمك ربي ايه بابا الحمد لله وجهك منور يا تبان ريحت ان شاء الله كاش خبر عيسى احمد راح عند صاحبو البوليس وإن شاء الله يعاونوا إن شاء الله إن شاء الله عبلة عبلة كي تسمع فيها يا ربي علاش ما يشتوب لي أخي نغلقوا لها فوق عبلة إلا كي تسمع فيها خطي في الحد تخافيش عبلة كوراج أني معاك شكون هادي عبلة وده شكون نهضر معاه ما نهضرش معاه لازم نفهم قبل وش أنا نديرو هنا
راكم لا الطفله اللي راهي معايا مليحه من قبل ما سمعت صوتها واش درت ولا غلقت ولا فمها كي تكون مليحه يلا تحوس عليها بزاف يا اخو واش خممت في كلامي راني وصلت للمعلم واش حقهم من عندنا قول لي واش تحبهم من عندنا قول لي مليحة دكتورة تعرف واش نخدم من العون اللي نهرب منها ونعطي لك واش تحب نعطي لك دراهم نتسحق انا ما كان حتى واحد يعاوني عطيني برك الفرصة نوقف معاك قل لي برك شكون يحكم فيكم انا ما اسمح حتى واحد يأذيك على خاطر ما نساش خيرك جاوبتنيش كي تهضر مع هاد السيد هادي فاهم والو هادي عبله ولا ماشي عبله وين راني ندور وين راني يا ربي اختي انتي عبله ولا ماشي عبله اسمح لي خويا انا ماشي عبله بصح صباح سمعتك قلت يا اسمي بصح العساس هذاك ما فادنا بحتى حاجه يا اخو تمشي قلت لي باللي كان عنده موعد مع وحده قصدي هذيك الطفلة اللي ذكر اسمها قدام الأستاذ ديالو عبلة بصح بصح وشنو عبلة تزوجت عندها بزاف وما كاش عارف فرنسا هذي شوف أنا مازالي 3 سوايع نبدأ نخدم لازم نحوسوا عليه شوف انت حوس لي بك على دراسة هذي عبلة بصح أنا نقول لك هي في فرنسا محمد هذي خدمتي ولا باش راني ندير انت جيب لي لادريس تاعها برك علي اعطيني واحد نص ساعه هكذا عبيك نعيط لك ونلقاه مغلوق اليوم يا هو يا انا يا ولد اروح ايمن ايمن يا ربي يا ربي واش ندير مع هذا الطفل يا ربي ايمن
ألم؟ ألم تحوسو؟ هذه دار أبا غفري؟ ألم هي؟ واش كاين؟ سيدة عبلة غفري هنا؟ أنا مراي هنا؟ ممكن تعيط لها؟ مطلوبة في قسم الشرطة. أنا نوصلها، روحوا أنتوما. لا لا، تجي معنا. كي جيتي عرفت بلي هربة، واش درتي؟ أهضري! كنا لاباس علينا، جيتي وجبتي الهم معاك، لابوليس ما يحوشوا عليك، وخرجي! وخرجي! وي وسيم تساقو ها قول والله اخو صح اني جاي اني جاي وسيم اني جاي صح اخو ميساج من عند مريم في النهار لي ما بانتش صدام واش نميرو تاعها الله ينجي الخير برك وانا كي رايحة اطلقني وش بيك عادل قلت لك وانا كي رايحة عندي خدمة خدمة المرة عندها خدمة اهي خلاص ماذا انا نوصلك انا رايحة عند الاستاذ عبد العالي وكلتي محامي عمى وزاد هرب باش يجيب لنا حقنا راح ضيعوا حرام عليك انا رايحة نشوف وش صار لهم وين رايح؟ عاود واش قلت؟ وين رايح؟ راسك انا اللي نطيره لك تبياني يا بصحتك تم تحشم شو وقال بعد من هنا قبل ما تطير رقبتك بلا ما تعرف مين جاتك الضربة قيس قبل ما تغيس
وي خوص بالعيك. اسمع سيد دجبتو معي سال تليفون تاعو في الطوموبيل بصح ما باينش الا ريكوبيراه ولا خلاه. شوفو واش دير، شوفو دبر راسك، شوفو واش دير. تفضل. زيد فضلك وي خويا. جيت نبلغ على حالة اختفاء. اللقب الاسم من فضلك. مريم محمد. الصلة تاعها اختي. عندها مشاكل عائلية؟ ما نكذبش عليك، انا اخوها من بابها، سما ما رانيش عايش معها بزاف. ما عندهاش مشاكل مع الناس يحقدوا عليها؟ هي طبيبة تخدم في السبيطار، وعلى حسب معلوماتي محبوبة من كاع الناس. جبت لنا تصويرتها؟ وي تفضل. اكتب لنا الرقم ديالك، كي يكون كان جديد نخبرك. ما تقلقيش هذا ما هو غير شك. بسبتي انا اللي خطفوه. لازمنا نخمو ونثبتوا باللي راه مخطوف، هذه اولا. زيد نجعلوها باللي خطفوه، اللي خطفوه قريب راه معروف ونعرفوا السبه ربنا. يا لازمنا نعرفوا واش راحين يديروا له. هنا العقدة. على بالك زدت خلطني يا استاذ عمار. مكتب المقلق خير ان شاء الله. واش كاين؟ شوفر الطاكسي الموف تخدم معاه، ما جاش لعندك ولا حاول اتصل بيه ولا قلت له حقه وراح. السلام عليكم. انا مكان مش عارف على الشر، راني حاسس باللي انت اللي رايح تدينا كامل الحبس. سي عمر اسمح لي، هاد اليوم تاك تتقلق عليا بزاف، ما نعرف واش كاين. واش درت لك؟ انا ما درت لك والو. اسكندر طيح البورطابل نتاعو في الطاكسي، الدرك صافي يومين لا خبر على البورتابل هذا. هذا ما كان سي عمر، نحوسوا على الطاكسي نجيبوا التليفون وهذا ما كان. بصح لقى كيفاش تجيبوا بلا ما يفيق. نجعلوها الطاكسيور لقى البورتابل، راهو عنده خباه وسكت. لا 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 باعوا
ولا سلموا الشرطة، يخاف على خبزته. باعوا سلموا الشرطة. والحل؟ الحرة بين يديك. هاد المرة انت اللي حصلتنا، انت اللي تسلكها، درتها بيديك، حلها بسنك. اه يا مروان يا وليدي، كان خذيت رايي وسمعت كلمتي، كان اليوم ملحقتنيش نبيع ذهيباتي حيساتي هذاك واش نسعى. ها كورونا دينا حقنا من الورث، واش لحقنا احنا لهذا الموصل هذا؟ عاد ذيك الجارات الخداعات هذوك اللي كانوا يضحكوا في وجهي، هاتي برك سمعوا بيا خلاص، جاو يتجاراو كاع يحوسوا يشرو كاع عندهم الدراهم ضرب كاع. ها طاحت بيك ورده، هذه تحوس عليها هذيك فضيله السمينه، هذيك هذيك الوقابه هذيك اللي ظلوا ودنيها كي الرادار، تحاول تشري هذه. والله ما نبيعها لك يا بنتي، هذه وين تجيك بقره كيما انت؟ خليها لديك العروسه المخلوقه، خلي رايحه عروسه بالك. هذه شكون اللي قال لي عليها يا ربي؟ شكون اللي قال لي عليها؟ ايه الطفيله هذيك القبيليه جيجي، معليش والله نخليها لهذيك الطفيله لاباس عليها زينه نجتها حتى وساعدها فيها لاشتات. ياه يا مروان يا وليدي، الساعة ذي قد عمرك، قد عمرك يا مروان، راك لحقتني قد عمرك يا وليدي. هذه عزيزة والله ما تخرج من الدار، يا لو كان نعرف روحي نخرج نطلب. هذه يا ربي وين هي اللي وصاتني عليها؟ هي فاطمة، فاطمة ولا شكلولها؟ بصح والله وحده ما عطاتني السومه فيهم. هي القافله كي تروح ركيست الدار ما بقى لا ذهب لا دينار. فوقتي فوقتي بصح فوقتي، رطار رطار الجايحه. مالك تقول باللي كانت معاه؟ شوف هي صح وصلت في نفس اليوم بصح العشيه، بصح ما عندها حتى علاقه به. اسمع عبد العالي، اسمع اسكندر، كنتقب اسمع بلا وعبلا ما كجوج، كاينه وحده هي لا سكرتير تاع اسكندر. وانت راك سير باللي اتصلت به وقالت باللي هي عبلا؟ راني سير. واش تقول عيسى؟ شوف احمد خويا، شوف وسيم، عبلا هبطت في نهار واحد، بالك الطياره دارت الروطار، بصح هما تفاهموا يتلاقاو في الجاردان ومن بعد بدلوه المضرب. ما شكيتش كانت وحدها، احنا رانا تاكدنا باللي جات وحدها، مام الطياره ما دارتش الرودار. سمحوا لي. سمح. نعم بكتا هذه. شوف اراني في البيرو، شوف غير تكمل جوز لعندي البيرو ديريكت، مت ارواح ديريكت لعندي. هاي صح صح، ما تطولش. واش وسيم واش كاين؟ وسيم لقيتوه؟ تهدنوا تهدنوا، لا لا ما لقيناش. قلنا واش كاين؟ طاكسيور صاب تليفون تاع اسكندر. والطاكسيور هذا واش قالكم؟ استنى نكمل. صاب التليفون تاعو راهو دفعوا دوكا قسم الشرطه. واش قال؟ انا دوكا نقول لك صح، انا هذه الامور ماشي اختصاصي، كاين ضابط هو مختص في الامور، دوكا هو يجي يفهمنا على كل حاجه. انا على بالي حاجه واحده برك، باللي خيط صحيح. خيط صحيح؟ التليفون تاع اسكندر يعرفوا المكالمات اللي دخلوا واللي خرجوا في النهار اللي خطفوا فيه اسكندر. يا جماعه ما تسرعوش، خي قلت لكم بلي الامور ماهيش من اختصاصي، خلي يجي الضابط ويفهمنا على كل حاجه. اوكي شوفوا جماعه، انا نخليكم، ندير دارا ونولي. السلام عليكم.